تفرد الخزعلي بكتاب صدر عنه تحت مسمى علم الأديان. علم الأديان هو ببساطة العلم الذي يحلل ويناقش الأديان من وجهة نظر علمية وليست من وجهة نظر الدين نفسه. هذا العلم له فضيلة عظيمة جدا، وهو أنه لا ينحاز إلى دين من الأديان، وهو أنه يحترم الأديان بأكملها، وهو أنه يضبط قوانين ظهورها وأصولها، وهذا ليس عيب. يعني إحنا لا يجوز أن نمجد بكل شيء، يعني يجب أن نخضع الأشياء للتحليل، كما هو علم الاجتماع الذي يدرس المجتمع، كما هو علم الأنثروبولوجيا الذي يدرس الإنسان، كما هو علم الاقتصاد الذي يدرس حركة المال، وكما هو علم السياسة الذي يدرس طبيعة التكوين السياسي والمؤسسات السياسية. إذن هناك علم الأديان الذي يدرس الأديان. في أوروبا قالوا لبابا روما بابا الفاتيكان، نعم، ادخل إلى صومعتك ولا تتدخل في شؤون الدولة، نعم، ولن نتدخل في أمورك الدينية. صحيح. هل تعتقد أنه في إمكانية داخل البلدان العربية أن نصل إلى هذا المستوى من العلاقة مع المؤسسات الدينية؟ لا أعتقد، على الأقل المدى المنظور في منا إلى قرن أو أكثر حتى، لا أعتقد.